واحد من المدربين الكبار قوي في عالم التدريب، مختار أدار 22 مباراة لفرقة كان بيتولى القيادة الفنية أيا كانت هي إيه، كانت المحلة، كانت بتروجيت، كانت إمبي، كانت الإنتاج الحربي، قدام الأهلي أدار 22 مباراة. التفاصيل قدامكم. لعب قدام مانويل جوزيه لما كان متولي القيادة الفنية للنادي الأهلي 10 مباريات، ومع حسام البدري 7 مباريات، ومع فتحي مبروك مباريتين، ومع بومفرير مباريتين، ومع مارتن يول مباراة. فاز على مانويل جوزيه واحدة وتعادل 2 وخسر 7، وأحرز في مانويل جوزيه أو في أيام ما كان مانويل جوزيه بيتولى القيادة الفنية للنادي الأهلي 8 أهداف، ودخلت مرمى في الفرق اللي تولاها قدام مانويل جوزيه 20 هدف. مع حسام البدري مفاز على حسام البدري، تعادل 3 خسر 4، جاب 7 أهداف ودخلت مرمى 12 هدف، أو دخل مرمى 12 هدف. قدام فتحي مبروك لعب مباراتين، مفاز خالص، ما تعادلش خالص، خسر مباراتين، ما جابش أهداف خالص ودخلت مرمى 6 أهداف. مع بومفرير لعب مباراتين، مفاز خالص، تعادل في واحدة وخسر واحدة وجاب 3 أهداف ودخلت مرمى 4 أهداف. مع مارتن يول لعب مباراة واحدة بس، اتعادلها وخسر مفيش، وطبعا أحرز أهداف هدف واحد وتعادل أو دخل مرمى هدف وجاب هدف. المباريات إجمالا، كل المباريات اللي أدارها كابتن مختار مختار قدام النادي الأهلي 22 مباراة، فاز واحد مرة، تعادل 7 وخسر 14، جاب 19 هدف ودخل مرمى 44 هدف. محدش ينسى ابدا سيناريو 2002-2003 مع مختار مختار قدام بومفرير لما كانت المباراة على استاد القاهرة والاهلي محتاج الفوز. قبل ما نروح لموضوع امبي بقى والكلام الكبير ده، تمام؟ انتوا جايبين حاجة تانية خالص يا كابتن مختار ولا ايه؟ فأدارها كابتن مختار مختار وهو المدير الفني للمحلة وقتها، وتعادل 1-1 على استاد القاهرة، ودي المباراة اللي خلتنا كمان يبقى في مباراة إنبي لازم تكسب، أو من المباريات اللي خلتك قدام إنبي لازم تكسب. فراجل سمعته هايلة طبعا، إمكانياته رائعة، مدرب على أعلى مستوى. الميزة اللي عند كابتن مختار مختار إن هو بيلعب لعيبة الكرة كتير في الملعب، بيختار أو بينقي نوعية لعيبة بتعرف تمسك الكرة كويس، تعرف تبصيها بشكل كويس أو سليم، بيعرف ينقل من الدفاع للهجوم، ما بيبقاش حاجة على حساب حاجة، وإن كان عنده الميول الهجومية كبيرة جدا، لكن هو عقلية تدريبية لا يستهان بها إطلاقا، بالعكس من أحسن المدربين اللي تولوا القيادات الفنية في المرحلة اللي فاتت في 7-8 سنين من صفوة مدربين الدوري الممتاز. تقرير مع الكابتن مختار مختار ونرجع نكمل كلامنا.